ايه، اهلا بيكم حبايبي طلاب اولى اعدادي. ان شاء الله مع بعض النهارده نشرح مع بعض الوحده الخامسه تي سانك، واللي اسمها انجار تيار. احنا هنا ان شاء الله بننوه على حجز مراجعات ثالثه ثانوي عام ان شاء الله. طيب، خدنا تي كاتر كان بيتكلم عن مارشي السوق، والنهارده مع بعض هناخد تي سانك تتكلم عن جاروتيير. ومعنى جاروتيير يعني موقف عربيات، جاروتيير موقف عربيات. هنتعلم مع بعض كذا حاجة. رقم واحد، لي مويان لترانسبور، وسائل المواصلات، وليز ادجكتيف ديمونستراتيف صفات الإشارة، والاستفهام بكلمة او أين، أو كلمة كومو يعني كيف، وكمان تصريف فعل شوازير معناه يختار، وتصريف فعل افوار معناه يرى. معاكم مسيو أيمن سعيد، مؤلف كتب الإكسلانس. مع بعض في كتاب الإكسلانس باج صفحة رقم كام؟ الناس مع كتاب يعني صفحة رقم 64. أول حاجة الكلمات مع بعض يا أولاد. أمبيي أمبيي تذكرة، أني ترا أني ترا، أن أفيون أن أفيون طيارة، أن إيروبور أن إيروبور مطار، أنجيشي انجيشي يعني شباك التذاكر، اني بري اني بري يعني سعر، ان ترانكس بريس ومعنى ترانكس بريس قطار سريع، اني فواياجير اني فواياجير يعني مسافر، ان تياتر ان تياتر مسرح تياتر، ان باتو باتو يعني مركب، ان بورتفي بورتفي يعني يا اولاد المحفظه، ان مارشون تاجر ان مارشون تاجر، ان فواياج ان فواياج يعني رحله، ان بانو بانو يعني يافطه او لفته، ان كارني اللي هو قرني، اخيرا انجشتي انجشتي الموظف بتاع الشباك. عندي النوم في منى اسماء مؤنثه، ان فاليز ان فاليز حقيبه سفر، ان جار جار محطه، جاروتيير طبعا جار محطة يا ولاد بتاعت القطر، يعني جار هي محطة القطر، لكن جارو تيير موقف عربيات اسمه جارو تيير. ان فواتير سيارة، ان فواتير، ان ستاسيون دي مترو ستاسيون دي مترو محطة مترو، ان تاس تاس يعني فنجان، ان كوموند طلب ان كوموند طلب، ان ري 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 وليس رو تنطق ري شارع، ان فيل فيل مدينة، إن أوتيس دولار أوتيس دولار يعني مضيف الطيران، إن أدرس عنوان أدرس عنوان، الريزرفاسيون حجز ريزرفاسيون حجز. بعض الأفعال فيرب، ريزرفي يحجز ريزرفي، فواياجي يسافر، باسي يمر، رونتري يعود، فيزيتي يزور، أشتي يشتري، براندر يأخذ أو يتناول، بورتي يرتدي، arrivé يصل، allez يذهب، allez voir يرى، partir يرحل، venir يأتي، venir يأتي. فعل composté فعل composté، فعل attendre ينتظر attendre، فعل choisir choisir يختار. عندي بعض الكلمات، un chauffeur un chauffeur سواق، le départ لو ديبار الرحيل، لا ريدكسيون لا ريدكسيون التخفيض، رونتري يعود رونتري يعود، لاريفي الوصول لاريفي الوصول، ان فوندير ان فوندير بياع، ديفون امام ديفون يعني امام. اني مويان دي ترانسبور وسيلة مواصلات، سي كومبيان بكام، يبقى هنا اني مويان دي ترانسبور وسيلة مواصلات، سي كومبيان بكم، آلاما في الإيد اسمها آلاما يا أولاد اسمها آلاما، أوبليغاتوار إجباري أوبليغاتوار، باساجي مسافر باساجي مسافر، لو ترافاي العمل لو ترافاي العمل، اليا يوجد. أنواع التذاكر اللي هي بيي يعني تذاكر يعني بيي، آلي ريتور ذهاب وعودة، آلي ريتور ذهاب وعودة، آلي سامبل آلي سامبل ذهاب بس، دمي تعريف دمي تعريف نصف أجرة، بلان تعريف
عمرة كاملة. يعني أنا هنا عندي تذكرة ذهاب وعودة، يعني هحجز تذكرة رايح جاي ألي ريتور، طب رايح بس ألي ساندل. طب في بعض الناس اللي هم ليهم تذاكر مخفضة، يعني ما يدفعش الفلوس كاملة، يعني اسمها دومي تقريف، يعني بيدفع نصف الثمن. لكن البلان تقريف أنا بحجز تذكرة بدفع الإيه الأجرة كاملة. البلان تقريف في مير مدخنين، في مير مدخنين، نون في مير، نون في مير مش مدخنين. بريمير كلاس درجة أولى، بريمير كلاس درجة أولى، سيجوند كلاس درجة تانية. يبقى دي كلها أنواع تذاكر، في واحد هيحجز تذكرة رايح جاي، واحد رايح بس، واحد هيدفع أجرة مخفضة، واحد هيدفع الأجرة كاملة، واحد مدخن هيقعد في مكان الفي في مير، واحد مش مدخن فيقعد في مكان النون في مير. في القطر في بريمير كلاس درجة أولى أو سيكوند كلاس درجة تانية. هنا يا ولاد بعد كده للسؤال عن السعر نقول سي كومبيا. يعني إيه سي كومبيا؟ يعني بكام؟ هنا أن بيي ألي ريتور بور ألكسندري سي كومبيا؟ أن بيي تذكرة ألي ريتور ذهاب وعودة بور ألكسندري سي كومبيا؟ يعني أنا عايز تذكرة ذهاب وعودة لإسكندرية تكلف كام؟ أو رقم اتنين كومبيان كوت، أو كومبيان كوت كم يكلف؟ كومبيان كوت أن بيي ألي ريتور بور ألكسندري، كومبيان كوت كم يكلف أن بيي تذكرة ألي ريتور بور ألكسندري؟ هطلب شيء أقول جي فودري. يعني إيه جي فودري؟ أنا عايز جي فودري أن بيي سيلفو بلي، عايز تذكرة من فضلك جي فودري أن بيي سيلفو بلي. يبقى لطلب شيء بقول جي فودري زائد بي يا ولاد زائد الشيء اللي أنا عايزه، يعني جي فودري أن بيي سيلفو بلي. يبقى هنا أو بعد جي فودري يجي مصدر جي فودري بوار أن كافي، جي فودري بوار عايز أشرب قهوة من فضلك، جي فودري بوار أن كافي. يبقى يا ولاد للسؤال عن السعر بقول سي كومبيا زائد الشيء أن بيي ألي ريتور سي كومبيا أو كومبيان كوت. يبقى سي كومبيا بكام أو كومبيان كوت بكام؟ طب أنا عايز حاجة أقول جي فودري زائد الحاجة أو الفعل، يعني جي فودري بوار، جي فودري مونجي، وهكذا بقى. طيب عندي بقى كلمات زي كلمة أن أفيون طيارة، أن أفيون، أن بيس اللي هو الأتوبيس، أن فواتير فواتير عربية، أن مترو اللي هي المترو، أن تي كي أن تي كي تذكرة، أن تي كي تذكرة، نون في مير نون في مير مش مدخن، جيشي جيشي يعني المكان اللي انا بحكي اسمه تذكره جيشي، انفاليز انفاليز حقيبه سفر، امبيي امبيي التذكره اهي، ان فواياجير فواياجير المسافر. بعد كده تمارين واسئله تحلها بقى مع نفسك، لو عندك مشكله كلمني تواصل معايا على الواتساب، هسيب لك في الديسكريبشن لينك جروبنا في التليجرام او لينك صفحتنا على الفيسبوك صفحه طلاب السي ام سعيد، وكمان سيب لك لينك ارقامنا على الواتساب. بعد كده عندي حاجه اسمها ليز ادجكتيف ديمونستراتيف، صفات الاشاره، ليز ادجكتيف ديمونستراتيف معناها ولاد صفات الاشاره. طيب اللي هي مين؟ اللي هي سو، سو دي معناها هذا، ياتي بعدها الكلمه الاولها يأتي بعدها كلمة مذكر، مذكر أولها حرف ساكن زي سيبير، بص كده على بير، بير يعني أب، مذكر أولها حرف إيه؟ ساكن اللي هو حرف البي، وهكذا بقى. يبقى سو يا ولاد عبارة معناها هذا، فأكيد من معناها أكيد من معناها فهي مذكرة، فهي اسمها هذا يبقى أكيد مذكرة. طب مذكرة مالها؟ قال لك يأتي بعدها الكلمة الأولى حرف ساكن زي سيبير الأب، سي جارسون الولد، سوفيس الابن، سوفرير الأخ، سوليفر الكتاب، سيستيلو هذا القلم. طب ست دي هي دي يا ولاد معناها هذا، الله. يبقى في اللغة العربية كلمة هذا يعادلها كلمتان في اللغة الفرنسية، زي مين يا مسيو؟ زي هنا أهو، ست دي معناها هذا، يأتي بعدها الكلمة المذكرة الأولى حرف فويل، حرف فويل متحرك يعني، زي ست اوتيل اهو، اوتيل القش حرف فويل، ست ايروبور ايروبور مطار الا حرف فويل، ست اكزرسيز اهي حرف فويل، ست امي ست امي،
ست اونكل ست اونكل ادي الاو حرف فويل وست إليف 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 الاو حرف فويل. ست دي يا ولاد معناها هذه اكيد معناها اعرف انها مؤنثه زي ست سير وست مير. يبقى ست دي مؤنثه للكلمه الاولها حرف متحرك او ساكن مفيش مشكله خالص. ست سير الاخت، ست مير امها كلها مؤنث، ست شميز مؤنث، ست في الفتاه، ست لاتر وست جار. اخيرا سير دي للجمع، سير دي للجمع يعني اي كلمه اخرها اس زي سيزامي اهي وزي سمير وزي سيجارسو. بس ركز معايا في حاجه انا يا ابني، هي سيدي اللي هي نطقان ممكن نطقها سي او سيز. طب معلش يا مسيو امتى نطقها سيز؟ بص على كلمه كده امي اولها ايه؟ فويل. يبقى هنا بقول سيزامي سيزامي سيزامي. طب هنا كلمه مير ام اولها حرف ساكن كونسون هقول سمير. يبقى هنا سيزامي وهنا سمير وهنا سيجارسو. طب احنا مع بعض كام جمله كده. إليف إي جونتي، إليف معناها تلميذ مذكر أولها فويل يبقى ست الأولى. إترا قطر مذكر أولها حرف ساكن يبقى الست الأخيرة. أمي صديقة مؤنث ست التانية. إيكول مؤنث ست التانية. أي حاجة مؤنث ست دية. طب جي في منها مؤنثة ست دي. طب فواتير في منها مؤنثة ست دي وهكذا بقى. وازو اخرها اكس يبقى جمع يبقى سويز وازو الاخيرة. جيش تي مذكر اول حرف ساكن يبقى سويز الاخيرة. طيب مارشي السوق مذكرة اول حرف ساكن يبقى سويز الاخيرة. بعد كده بقى حاجة اسمها ليز ارتيكل ديفيني كونتراكتي. أدوات المعرفة المتغامة اللي هي دي المذكر زي دوستاد. هنا معناها من يعني كلمة دي يا ولاد معناها من ال بس للمذكر. دولا من ال بس للمؤنث زي دولا جار. دي لابصروف معناها من ال ولكن للكلمة أول حرف متحرك زي أوتيل. وأخيرا دي للجمع. بعد كده عندي فعل فوار يرى وفعل شوازير يختار. فعل فوار بمعنى يرى وفعل شوازير معنى يختار. فوار يرى جي فوا تي فوا ال ال فوا. هنا بص يا ابني فوا الاس ما انطقهاش والحرفين او اي هنا هم انطقهم وا. جي فوا تي فوا ال ال فوا نو فوايون فو فواي ال ال فوا. يبقى جي فوا تي فوا ال ال فوا نو فوايون فو فواي ال ال فوا. يبقى جي فوا تي فوا ال ال فوا نو فوايا فو فواي ال ال فوا. وفار معنا يرى هو مارشي في السوق. اون فوا دي فوندير في السوق بنشوف بياعين. بعد كده فيرب شوازير يختار. جي شوازي تي شوازي ال ال شوازي. جي شوازي تي شوازي ال ال شوازي نو شوازي سون vous choisissez il elle choisissent. J'ai choisi tu choisis il elle choisit nous choisissons vous choisissez il elle choisit. Sara choisit ce livre et Sara اختارت مين كتبها. طيب نحل مع بعض بعض الجمل. لا بوست اي ديفون كلمه جار محطه مؤنث يبقى لا. كير مذكر يبقى دي. فاكونس اجازه جمع اخرها اس يبقى دي الجمع وهكذا بقى. كلاس في منام مؤنثة يبقى دولا. مارشي سو مذكرة يبقى دو مارشي. طب أوبرا أولها فويل دي الأبوستروف. أيروبور مطار أولها فويل يبقى دي الأبوستروف. بوست كلمة في منام يبقى دولا. وهنا بقى تمارين على الفعل فوار عن فيرب فوار وفيرب شوازير مع بعض. كل أشكالها بقى كل المذكر كل المؤنث كل جمع المذكر وكل جمع المؤنث. أمثلة زي كل ايه تا ناسيوناليتي ما جنسيتك. هنا كلمة ناسيوناليتي مؤنثة فجت معاها كل المؤنثة. كل ايه تون بي بي مذكرة فخدت كل المذكرة. كل ايه لا كولير دي سيت جيب كولير مؤنثة فخدت كل المؤنثة.
بعد كده كالسبور ام تي، سبور ام تي، كالسبور ام تي. بتحب اي رياضة؟ كالسبور ام تي. كالفيتمون تي بريفير، كالفيتمون تي بريفير. هنا عندك فيتمون جمع مذكر، وكل كولير. بص يا ابني، كلمة كولير في العربي مذكر اللون، لكن في اللغة الفرنسية كلمة مؤنثة. هنا بقى كلمة ماتير تي بريفير، بتحب أي مادة دراسية يعني، يبقى ماتير مؤنث، فجت معاها كل المؤنث. كومو يعني كيف أو ما، زي كومو سافا أو كومو تي تابيل. بعد كده يا ولاد، كيسك يعني ماذا، أو كي دي أو كيسك معناها ماذا يا ولاد، زي كيسك تي في، أنت شغال إيه، أو يعني أين، زي أو فاتي، أنت رايح فين، مثلا جي في أو مارشي، جي في أو مارشي. هنحل مع بعض الجمل هنا. هنا ميوزيك مؤنثة، يبقى احنا كده اختار كل دي اهي. بروفيسير معلم مذكر، كل الأخيرة نكتبها هنا. جور يوم مذكر، يبقى كل الأخيرة. كولير مؤنث، يبقى كل التالتة اللي هي دي. وهكذا بقى، ماتيير جمع مؤنث، يبقى كل الأولى. أكتيفيتي نشاط مؤنثة، يبقى كل التالتة. إيكول معناها مدرسة، ودي كلمة مؤنثة، يبقى كل التالتة. حلو، لو في عندك مشكلة كلمني، تواصل معايا، مفيش مشكلة خالص، احنا ان شاء الله جاهزين معاكم لأي سؤال أو استفسار. طيب بقى كده عندك الوقت، لير، الوقت أو الساعة. كلمة لير معناها الوقت أو الساعة. هسأل عن الساعة، أقول لك كليرتيل، كليرتيل يعني الساعة كام، كليرتيل الساعة كام. طيب هنا يا ولاد، يعني الساعة مثلا 4، يبقى للسؤال عن الوقت بستخدم تعبير كاليريتيل. كاليريتيل هجاوب، هقول ايه الاي زائد هنا الساعة، يعني رقم الساعة زائد كلمة اير، يعني عايز اقول الساعة 4 يبقى ايه الاي كاترير. طب عايز اقول الساعة 5 ايه الاي سانكير. طب الساعة 9 مثلا ايه الاي نف اير، وهكذا بقى يا ولاد. هنا سانكو 5، ديس و10، ايكار وربع، إيكار وربع، إيفان وتلت، فان سانك وتلت وخمسة، إي ديمي ونصف، موان فان سانك إلا 25، موان فا موان إلا ولاد، موان إلا، موان فا إلا تلت، موان لوكار إلا ربع، موان ديس إلا 10، موان سانك إلا 5. يعني كلام ده بالسيوب. أولا كلمة إي يعني واء، يعني واء. طيب ربع يعني قار، نصف يعني مي، إلا يعني موا. طب عايز أقول الساعة 4، هقول كده إيل إي كاترير. طب عايز أقول الساعة 4 وربع، يبقى إيل إي كاترير إي كار. طب 4 مثلا وتلت، يبقى إيل إي كاترير إي فا. طب عايز أقول الساعة 4 ونص، إيل إي كاترير إي دي مي. عايز أقول الساعة 5 مثلا إلا ربع، يبقى إيه لي سانكير موالو كار، وهكذا. عايز أقول الساعة مثلا 7 إلا 5، 7 إلا 5، يبقى إيه لي ست إير مو سانك، مو سانك يعني إلا 5، وهكذا. في أسئلة أهو، يعني هنا الساعة كام دي، هنا الساعة إيه لي نف إير دي متى، 9 صباحا، دي الساعة 1 أهي، إيه لي يونير الساعة 1 دي لا بريمي دي بعد الظهر، الساعة 7 في النهار ال اي ست اير دي اسوار. يبقى هنا عندك دو متا في الصباح، دو لا بريمي دي بعد الظهر، دي سوار في المساء. بعد كده ال دي زير ايكار، الساعة 10 وربع، ال دي زير ايكار 10 وربع، ال دي زير اي دي مي 10 ونص اهي، الساعة دي ال دي زير اي دي مي 10 ونص، ال دي زير امولو كار، ال دي زير الساعة 10 مو لوكار إلا ربع. بعد كده عندي إلي منوي الساعة 12 بالليل، وإلي ميدي الساعة 12 الظهر. يبقى عندك إلي منوي وعندك إلي ميدي، يبقى إلي ميدي، إلي منوي 12 بالليل، وإلي ميدي 12 ظهرا. هنا بقى أسئلة على الساعة، حلها مع نفسك. وكده خلصنا الواحدة، آخر جزء خلاص من تحت خالص أهو، جزء البرودكسيون في دي فراز، اعمل جملة جيش تيو بيه.
احنا قلنا جيش تيه الموظف بتاع تذاكر وبيه تذاكر لجيش تيه فون دي بيه لجيش تيه فون دي بيه يعني موظف تذاكر فون يعني بيبيع بيبيع تذاكر الي وسامبل يعني انا عايز تذكره ذهاب بس يبقى جي فودري ان بيه الي سامبل من فضلك عايز تذكره ذهاب فقط. طب براندر ولافيو يستقل الطائرة جي برو لافيو انا بستقل الطائرة جي برو لافيو انيمي يعني في حركة لا غار ايت انيمي المحطة فيها ناس كتير يعني انيمي يعني فيها حركة بورتي الاما بورتي يعني شايل او ماسك الاما في ايده لي فواياجير المسافرين بورت مسكين او شايلين لو فاليز الاما مسكين الحقائب في ايديهم يبقى لي فواياجير بورت لو فاليز الاما. هنا بور دماندي لير بسأل عن الساعة هولية كالير تيل الساعة كام؟ إلي ويتير دي سوار يبقى بور دماندي لير هقول كالير تيل الساعة كام؟ إلي ويتير دي سوار. بور سان فرمي سو لاغار بستفسر المحطة هقول كومو إي لاغار تيير كومو إي لاغار تيير الإيتري زانيمي فيها حركة يعني هنا كومو إي لاغار تيير أوصف المحطة فقال لك إليتري زانيمي فيها حركة كتير جدا. بور ريزيرفي أون بيي عشان تحجز تذكرة هتقول ايه؟ جي فودري انا عايز ام بي اي تذكرة الي سامبل ذهاب بس بلان تعريف اجرة كاملة نون في مير مش مدخن يبقى جي فودري ام بي اي الي سامبل بلان تعريف نون في مير. بور دماندي لي بريد ام بي اي بسأل عن ساعة تذكرة هقول ايه؟ كومبيان كوت ام بي اي الي ريتور كومبيان كوت بكام ام بي اي تذكرة الي ريتور ذهاب وعودة فقال لي سي 100 ليفر ايجيبسيان دي بكام دي ب 100 جنيه مصري. تيفا على جار انت تروح المحطه تيفا على جار بتروح المحطه بور ريزيرفي ام بي اي راكون بتروح المحطه عشان تحجز تذكره ريزيرفي تحجز تذكره ام بي اي راكون لي فواياجير جي فودري ام بي اي بور سوهاك سيلفو بلي جي فودري اريد ام بي اي تذكره بور سوهاك سيلفو بلي. هنا محادثة بين الفياجير والجشتية المسافر والراجل بتاع التذاكر قال له ألي ريتور ذهاب وعودة قال له نو ألي سامبل قال له لا ذهاب بس قال له فيمير أو نو فيمير مدخن ولا مش مدخن قال له فيمير مدخن قال له بريمير أو سيكوند كلاس بريمير أو سيكوند كلاس درجة أولى سيادتك عايزها ولا درجة تانية قال له بريمير كلاس درجة أولى قال له بلان تعريف أو ديمي تعريف بلان تعريف يعني التذكرة اللي أنت عايزها دي أجرة كاملة ولا نصف أجرة قال له دي مي تعريف أجرة مخفضة سي كومبيا بكام قال له سي 70 ليفر جيبسيان كلمة 70 يا أولاد اسمها 70 يعني 60 و10 يبقى سي 70 ليفر جيبسيان يبقى دي محادثة ما بين فواياجير واحد مسافر والتاني جيش تي اللي هو الموظف بتاع تذاكر مع بعض تاني اللي فواياجير قال له جي فودري ان بيي بور سوهاك سيلفو بلي لو جيش تي الي ريتور نو مسيو الي سامبل فيمير او نو فيمير قال له فيمير بريمير او سيكوند كلاس بريمير كلاس بلان تعريف او ديمي تعريف ديمي تعريف سي كومبيا قال له سي 70 ديس ليف ايجيبسيان ولي صفحة رقم كام صفحة رقم 70 ديزويت 78 في كتاب الاكسلنس. كده خلصنا الواحدة معاك التانية كلها في حصة اهو يعني في خلصت الواحدة كاملة شرح بالتفصيل ذاكر وانا مثلا في شغلي يا اولاد عمري ما ركزت على الدرجه والامتحان فقط احنا تركيزنا كله على انك تتعلم لغه تتكلم لغه. لو عندك اي استفسار كلمني تواصل معايا هسيب لك في الديسكريبشن لينكات سواء واتساب او تليجرام او صفحتنا على الفيسبوك. كان معاكم مسيو ايمن سعيد مؤلف كتب الاكسلنس واحنا بننوه ان احنا فاتحين حجز طلاب ثالثه ثانوي عام والحمد لله كل سنه طلاب ثالثه ثانوي عام بيقفلوا معانا الدرجات وان شاء الله انتظر الفيديو القادم والاخير هنشرح فيه ازاي الوحده الثالثه. بكده خلصنا معاك منهج اولى اعدادي ترم ثاني.